8 ومثلما كنا في كأس القارات وكان كل عشاق الكرة العربية. فوزي شوشي كرة طويلة غزالي فوق الراس البحث عن صيفي، يلا يا صيفي وسد اثنين من المدافعين، تبقى الكرة جزائرية عن طريق مريض مجني يلحق على هذه الكرة يغطيها كما ينبغي، يبقى محافظ عليها من أمام سيد معوض يلعبها في الوسط مع كريم زياني ما يلحقش على هذه الكرة، أحمد حسن فوق تبقى لعماد متعب، عماد متعب يوصلها لمحمد زيدان وضعت كريم زياني بروعة ينقذ الموقف ويخرج هذه الكرة. الرتم هذا يساعد الجزائريين يفضلونه يحبذونه. الله الله عليك الله عليك عليك، تنقلت للخرطوم عمرك 20 سنة من أجل العودة بتأشيرة التأهل، هي تأشيرتكم أنتم كذلك أيها الجزائريون الأبطال في كل مكان، أيها الرجال في كل مكان، وهذا الذي يضع نفسه فوق الجميع من أجل مشاهدة المباراة. ماذا لو سجلنا؟ هل ترمي نفسك يا سيدي الكريم؟ حذاري، حافظ على نفسك، مقر في تنفيذ التماد لصالح الخضر البيض اليوم ليس الخضر. سافر صيفي ما يتمكن من هذه الكرة، أحمد حسن يغير من الرجعة الجاية اليمنى ناحية أحمد المحمدي. المنتخب المصري شيء طبيعي يتحكم في المباراة لأنه من هدف بهدف مقابل صفر، كرة في العمق وحليش يسبق الجميع ويفوق بهذه الكرة، ثم غزال بالرأس. فريق اللي دافع يتعب حذاري، فريق اللي دافع يتعب، عانينا في الشوط الثاني في مباراة القاهرة، لا يجب أن نعاني أكثر اليوم. كرة لواء الجمعة بطل للعودة إلى الخلف ناحية رفيق وهاني سعيد يوصلها ناحية عبد الظاهر السقة ترجع لهاني سعيد. هاي قوة المنتخب المصري في أنه يلعب الكرة من دون ما يتقلق. هذا من الرواقين من هناك، أحمد حسن يخرج من المراقبة يبحث عن اللاعب المتحرر، يجد صعوبة في إيجاده. رائع يا بالحاج، رائع يا نادير يا بالحاج، من أمام أحمد المحمدي من دون أن يرتكب خطأ يلتقط هذه الكرة ويسرقها تقريبا من أحمد المحمدي. كرة في الخلف صعبة لصالح المنتخب المصري، أحمد حسن تعد الكرة وائل جمعة جد كرة في الصيفي يرجع تماما للخلف ناحية هاني سعيد. بطيء دفاع المنتخب المصري، بطيء دفاع المنتخب المصري يا سعدان. ترجع الكرة لعبد الظاهر السقاء يعتمد على الكرة العرضية من هناك، المحاولات من الجهتين اليمنى واليسرى توصل لصالح أحمد حسن. أحمد حسن محمد زيدان الحكم يقول خطأ ضدك يا عنتر يحيى، لا أخطأ هنا في هذه الأماكن يا عنتر من أمام زيدان. أوكي ركبه كما ينبغي، يلعب معك في ألمانيا تعرفه جيدا، ولكن من دون خطأ، لسنا بحاجة إلى بطاقات صفراء أخرى. ففي تغيير مطمور، مطمور الذي عليه أن يعوض شوطه الأول الضعيف الذي لعبه في القاهرة أعتقد في مكان يبدأ. التغيير سيحدث الآن في مكان يبدأ أو في مكان صيفي أو في مكان غزال. الحكم يقول المخالفة تمكن تنفذ من مكان وقوحها. الحكم يقول المخالفة تنفذ من مكان وقوحها. بالتنفيذ حسني عبد ربه لصالح المنتخب المصري بعد مرور 12 دقيقة منذ انطلاقة الشوط الثاني، دائما هدف للصفر لصالح المنتخب الجزائري. مباراة الأعصاب، نعم التغيير يحدث الآن في هذه اللحظات. مراد مجني متأثر بالإصابة يخرج ويخلي مكانه لمطمور لكي يغلق الرواق. كريم مطمور ياخذ مكانه الآن في التشكيلة الأساسية الجزائرية. مطمور وسط ميدان المنتخب الجزائري 24 سنة لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ، مباراة رقم 15 رقم 16 عفوا مع المنتخب الجزائري. عوضنا يا مطمور يا كريم، انت مسجل الهدف الاول امام مصر في البليدة، عوضنا. دفاع يدخل هايل يا يزيد يا منصوري كعادتك، ينقذ الموقف ويخرج هذه الكرة للتماس. تبقى الكرة دائما مصرية من هناك على الجهة اليمنى، لا 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 تبقى المجال يا بالحاج للتوزيع يا بالحاج، مرفوعة وركنية كل الحكم. نادير بالحاج يصد هذه الكرة من أمام أحمد المحمدي، الكرة تروح مباشرة للركنية لصالح المنتخب الجزائري المتفوق بهدف مقابل صفر، ونحن نقترب من ربع ساعة الأول من عمر اللقاء. 33 دقيقة ستكون 33 سنة بالنسبة للجزائريين. محمد زيدان مرفوعة طويلة القائمة الثانية وبالرأس غزال يتفوق بهذه الكرة، ترجع على الجهة اليسرى غزال يصارع وترجع للخلف تماما لهاني سعيد، يرفعها هاني سعيد وتروح سهلة من أحمد حسن مباشرة لفوزي شوشي. حذاري يا فوزي يا شوشي، حذاري من البطاقة الصفراء يا فوزي يا شوشي. ألعب الكرة 13 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني، الدقائق ستحسب بالساعات بالنسبة للعناصر المنتخب الجزائري وستحسب ثواني بالنسبة لعناصر المنتخب المصري، هكذا هي القواعد وقوانين كرة القدم.
مباشرة على الجهة اليمنى مع أحمد المحمدي، من عن حارسه المتألق الأملاك عصام الحضري، ترجع الكرة للخلف مباشرة ناحية هاني سعيد، هاني سعيد لأحمد المحمدي مرة ثانية، يرجع مطل العودة إلى الخلف وائل جمعة، وائل جمعة لرفيقه عبد الظاهر السقا، عبد الظاهر السقا يبحث عن رفيقه سيد معوض، مطل العودة إلى الخلف ناحية وائل جمعة، أحمد حسن من هناك على الجهة اليمنى، لعبة أرضية مع زيدان بدون خطايا عنتر، ترجع لأحمد حسن، أحمد حسن، أحمد حسن، ما تمرش الكرة ومدمور ما يتمكنش منها، ترجع من هناك بالراس يزيد منصوري، يوصلها مباشرة لعبد القادر غزال، غزال في حاجة لمساعدة ومساندة من أمام أحمد حسن، هاي الشبيبة مع لاعب أكبر منه سنا، أحمد حسن 34 سنة من أمام عمره لاعب عمره 25 سنة، وائل جمعة فروست مع حسني عبد ربه، يلعبها من هناك مع أحمد حسن، أحمد حسن يصعد الآن ضغط اللاعب الجزائري، حسني عبد ربه لاعب نادي أهلي دبي الإماراتي، أحمد حسن يغير تماما على الجهة اليسرى ناحية رفيقه عبد الظاهر السقا، ربع ساعة لعب مرت الآن من عمر الشوط الثاني من اللقاء، محمد أبو تريكة، عبد الظاهر السقا على الجهة اليسرى، محاولة التنويع في اللعيب وأبو قرة، أحسنت يا أبو قرة أرضية، تلعب مباشرة لزياني، وصل لمطمور، يلا مطمور ينطلق، مطمور ينطلق الطبع صيفي، يتفق عليه التسلل يا صيفي، مطمور، مطمور، مطمور وراءه حسن يبدأ، حسن يبدأ ومطمور، أوه. يا سلام يا سلام يا سلام لو سجل هذا الهدف، يا سلام فرصة ضاعت لصالح المنتخب الجزائري من الغزال من الطور توسيع ولا أروع، يا سلام يا غزال يا سلام يا غزال، ولا سلام على الحارس عصام الحضري، من حسن حظها مصر عندها حارس اسمه عصام الحضري، كرة ترجع لأحمد حسن، هاي اللقطة اللي تخوف المصريين كثيرا، هاي اللقطة اللي تخوف المصريين خاصية كثيرا، حذاري يا أبو قرة، حذاري يا أبو قرة، حذاري يا حليش، جاز من الأمام عماد متعب، بالحليش وأبو قرة، مطمور في الوسط، تروح لحسن يبدأ يتفوق في راسه، حسن يبدأ يوصل علي غزال، يرجع تماما ليزيد منصوري، يلعبها حطها في الأرض، هاو مطمور حط الكرة في الأرض ولعبوها كما ينبغي، منصوري لا يا كريم، لا يا كريم، كرة مثل هذه ارجع يا غزال، ارجع يا صيفي، حسن يبدأ ضاعت الكرة تروح لمحمد زيدان، حذاري المدركة، انطلق من هناك متعب، زيدان، زيدان، زيدان صعبة، زيدان صعبة، زيدان صعبة، زيدان صعبة، 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 أولا لا، أولا لا، أولا لا على بندرسار، أولا لا على بندرسار، ينقذ الموقف، مباراتك يا شوشي، مباراتك يا شوشي، مباراتك مباراة عمرك يا شوشي، يلا يا شوشي، ينقذ الموقف، قلت لكم بأن زيدان خطير وسريع وفنان وقوي ومتعب ومتعب، ولكن فوز شوشي، يا شحاتة، مرفوع الكرة حذاري، القائمة الثانية بعيدة تماما، تروح لحسني عبد ربه، حسني عبد ربه، لماذا خرجت هنا يا حليش؟ لماذا يا حليش؟ ماذا تفعل؟ أنت بعيد يا حليش، أنت بعيد يا حليش، هل هناك وضعية تسلل أم لا؟ عبد ربه، شوف الوضعية حليش، شوف، لا مطمور، طلق مطمور، خطير جدا، يزيد في السرعة، راح مطمور، زياني من هناك، أنت متسللا يا كريم، يا كريم، أنت متسلل يا كريم، أنت متسللا يا كريم، مطمور يا مطمور، كاد يفعلها وينطلق، كاد يفعلها وينطلق، غزال يفوت فرصة أو لا، ليس غزالة للأمانة، عصام الحضري هو الذي فوت فرصة هدف ثاني لصالح المنتخب الجزائري، كرة للخلف لصالح هاني سعيد، هاني سعيد يلعبها مع محمد أبو تريكة، رجع للخلف من أجل بداية وقيادة عملية أشبالي، يرجع تماما من هناك على الجدول مع أحمد المحمدي، يرجع لأحمد حسن، قيصر أحمد حسن، زيدان يوقف كورته كما ينبغي، يرجع تماما للخلف لهاني سعيد، هاني سعيد، هاني سعيد، هاني سعيد يلعب على الجهة اليسرى مع سيد معوض، سيد معوض خطير جدا، غربوا له المنافذ، ليس له المنافذ اللي كانت عنده في لقاء القاهرة، وغزال وفي خطأ، وبطاقة صفراء، غزال وبطاقة صفراء، نعم، نعم لحسني عبد ربه، البطاقة الصفراء لحسني عبد ربه، براحتك يا غزال، براحتك يا غزال، ربحنا هذا الثواني، خلي رفقائك يسترجعوا أنفاسهم، خلي رفقائك ياخذوا أماكنهم، خلي سعدان يقدم لكم التوجيهات اللازمة، ثواني مثل هذه، خلي تكسر الشحن اللي موجود عند اللاعبين المصريين وعودتهم القوية، شيء طبيعي في محاولة لتعديل النتيجة. المباراة لحد الآن نظيفة ممتازة جميلة جدا، فيها الإثارة فيها القوة، تعب اللاعبين المصريين، كل بأن كل شيء يلعب على قدرة اللاعبين على الاسترجاع، قدرة اللاعبين على الاسترجاع من المباراة الأخيرة، أين أنت ذاهب يا غزال؟ تحتاج إلى قطرات من الماء، سرعة من فضلكم، سرعة من فضلكم، غزال يحتاج إلى جرعة ماء، كرة طويلة من حليش لمطمور.
هو الحارس عصام الحضري يتمكن من هذه الكرة. عصام يلعبها أرضية من هناك مع أحمد حسن، لا تذهب بعيدا يا كريم يا زياني، ولا كذلك يا صيفي. تروح الكرة من هناك لأحمد المحمدي، أحمد المحمدي والدفاع طريح يخرج هذه الكرة طويلة من هناك لكريم زياني. أحمد حسن يغطيها كما ينبغي، يرجع لوائل جمعة. تقيل وائل جمعة، تقيل يا غزال يا صيفي، تقيل وائل جمعة، وتقيل أيضا عبد الظاهر السقع. طبعا هذه واحدة من نقاط ضعفهم عناصر المنتخب المصري. محمد أبو تريكة يرجع تماما على الجهة اليسرى مع رفيقه عبد الظاهر السقع. أين هو سيد معوض؟ عبد الظاهر السقع مخطط للعودة إلى الخلف، ما قدروش يلعبوا إلى أمام اللاعبين المصريين. لما يكونوا اللاعبين الجزائريين في مواضعهم صعب أنك توصل الكرة لعماد متعب أو لمحمد زيدان. كرة ما تمرش، التغطية من كريم زياني، التقط هذه الكرة، صيفي يطلبها، انطلق غزال من هناك يبحث